السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس المميز، الدرس 15 من كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. كورس مهم جدا لنحفظ من أول مرة كما العادة، هدفنا أن نحفظ كل المعلومات من أول مرة. سوف نكرر بصوت عالي 5 مرات كل كلمات نكتب بالكراس والقلم، لذا حضر كراس وقلم حتى تكتب المعلومات وتستفيد من وقتك بشكل جيد بتعلم اللغة الإنجليزية. آخر شيء سوف نقوم بإجراء اختبار أيضا. أوكي، خلينا نسوي مراجعة سريعة في 30 ثانية وبعدها نبدأ في درس اليوم. أوكي، كان عندنا بعض المفردات اللي مرت علينا من الحلقة الأولى: ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up. هذني المصطلحات راح نكملهن، طبعا كلهن موجودة شرح تفصيلي بالنسبة لشاهد هذه الحلقة الأول مرة. في نهاية هذه الحلقة راح أشرح لكم المكان اللي تقوم به الكورس بالتسلسل، وجميع الحلقات موجودة إن شاء الله. أوكي، نكمل بالمراجعة. كانت عندنا blow something up, break down، عندنا break into, break in بمعناها الأول، break in بمعناها الثاني، وبعدها أخذنا الحلقات هذه اللي هي bring somebody down, call around, bring somebody up, call somebody back. هاي أخذناها الحلقة 14. اليوم حلقة اليوم راح نأخذ مصطلح جديد اللي هو call something off. ماذا يعني call something off؟ راح نشرحه وناخذ عليه أمثلة سويا الآن. call something off بمعنى cancel، يلغي، يلغي فد شيء، يلغي موعد، يلغي لقاء، يلغي شيء. اوكي، يلغي، الغاء. اوكي، call something off، اقراها معي الآن: call something off, call something off, call something off, call something off. ممتاز. اوكي، انت الان بعد قرأتها 5 مرات تعلمت النطق، اريدك منك تكتبها بكراسك الان. call something off، اكتبها مرة واحدة تكفي، وبعدها راح تكتب الامثلة ايضا وياها. عندنا بعض الكلمات راح تمر علينا ايضا بالامثلة، اللي كلمة the wedding اللي هو حفل الزفاف، wedding، fiance، fiance، الخطيبة، conference، اجتماع، enough، كافي، enough. راح تمر علينا حتى لهذا السبب، مرينا عليه بشكل سريع الآن. روح المثال الأول: Jason called the wedding off. يعني جيسون ألغى حفل الزفاف. أوكي، called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. لأنه لم يكن في حالة حب أو لم يحب خطيبته. أوكي، فنأخذ المثال مرة ثانية نقرأ سويا أنا وأنت الآن. أوكي، 5 مرات: Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. نقرأ المرة الثانية: Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. المرة اللي وراها ثالثة: Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. مرة رابعة: Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. لا تلاحظ نفسك انه تقرأ الآن بشكل أفضل. مرة الخامسة والأخيرة: Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. هذه المرة الخامسة كملناها، أريد منك الآن تكتبها في كراسك هذه الجملة بالتفصيل. أوكي، نروح للمثال اللي بعده على كلمة call off. call off. Okay. You need to call off the conference. You need to call off the conference. تحتاج أنت بحاجة إلى إلغاء المؤتمر. Because not enough people, not enough people have registered. 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 Okay. You need to call off the conference because not enough people have registered. أحسنت. نقرأ 5 مرات أنا وأنت الآن: You need to call off the conference because not enough people have registered. You need to call off the conference because not enough people have registered. بعدها: You need to call off the conference because not enough people have registered. بعدها: You need to call off the conference because not enough people have registered. والمرة الأخيرة: You need to call off the conference because not enough people have registered.
أخذناها 5 مرات، قرأناها بالشكل الصحيح وكتبناها في الكراس. أيضا نروح للملخص لهذه الحلقة، وبعدها راح نبدأ بالاختبار. لازم تسوي الاختبار، ضروري جدا حتى تتأكد من نفسك أن أنت تعلمت هذه الجمل والكلمات بالشكل الصحيح، وتستثمر وقتك باللغة الإنجليزية أيضا بالشكل الصحيح. عندنا المصطلح كان اليوم call something off. المثال الأول كان Jason called the wedding off because he wasn't in love with his fiance. الجملة الثانية كانت You need to call off the conference because not enough people have registered. ما نحتاج نكرر 5 مرات. إذا تحس نفسك تريد تكرر 5 مرات بإمكانك فعل هذا. أوقف الفيديو وكرر هذه الجمل 5 مرات إذا تشعر نفسك تريد تراجعها قبل أن تدخل للاختبار. أوكي؟ خلينا الآن نروح للاختبار مباشرة. Exam time. ركز جيدا معي من هذه اللحظة. حط الكراسة يمك حتى تبدأ بالاختبار السريع في دقيقة ونص تقريبا. Okay. السؤال الأول يقول Fill in the following blank. املأ الفراغات التالية. Jason the wedding because he wasn't in love with his fiance. أريد منك تقلب الصفحة اللي كتبت بها قبل قليل، تفتح صفحة جديدة وتملي الفراغ هذا. اكتب الإجابات بالتعليق أسفل هذا الفيديو. اكتب لي أسفل هذا الفيديو بالتعليق الإجابات لملء الفراغات. السؤال الأول اكتب الإجابة. Jason the wedding because he wasn't in love with his fiance. السؤال الثاني Translate from Arabic to English. ترجم من العربية إلى الإنجليزي. هاي جملة وردت علينا، أريد منك تكتبها باللغة الإنجليزية حتى تتأكد من إملائك بشكل صحيح. معنى الجملة بالعربي يقول تحتاج إلى إلغاء المؤتمر لأنه لم يتم تسجيل عدد كافي من الأشخاص. شلون نقولها باللغة الإنجليزية؟ فكر واكتبها بالتعليقات على السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول Read aloud. اقرأ بصوت مرتفع. عندك جملة الآن أمامك، أريد منك تقرأها بصوت عالي. ابدأ الآن. أوكي، إذا أنت قرأتها بالطريقة اللي راح أقرأها أنا قرأتها صح، وإذا حسيت هناك فرق أريد منك أنه تكررها بصوت عالي. طريقة تقدر تسويها اللي هي تفتح التسجيل بهاتفك وتسجل صوتك أنت وتقرأ هذه الجملة وتقارنها بالطريقة اللي راح أقرأها أنا حتى تتأكد وتشوف الفرق بين قراءتك وبين القراءة الصحيحة. You need to call off the conference because not enough people have registered. هذه قراءتها الصحيحة. أعيدها. You need to call off the conference because not enough people have registered. نقطة. انتهت الجملة. سؤال الأخير هو الرابع اللي هو write the following word or sentence dictation. dictation بسيط، اللي أريده منك فقط تكتب call off. call something off. اكتب لي هاي الجملة فقط وضعها في التعليقات أيضا. call something off. call something off. هذا اللي أريد تكتبه إجابة على السؤال الرابع. وبهذا الشكل تكون خلصت حلقة اليوم. انتظرنا بالحلقة 16 راح ناخذ مصطلح جديد، مصطلح مهم ونشرحه بالتفصيل. لا تنسى الاشتراك بالقناة أيضا، تفعيل زر الجرس حتى تصلك الإشعارات بالدروس كلها الموجودة، وتابع الحلقة القادمة. طبعا الكورس كامل بالتسلسل، سوف أشرح لك المكان اللي تلقى به هذا الكورس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة 15. أوكي، تدخل على قناة سفيرس أكاديمي، تروح على بلاي ليست هذه الموجودة بالمربع، وبعدها تروح على بلاي ليست، تروح مباشرة على أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية. هذا الكورس تلقاه بهذا الشكل، اسمه أهم 200 مصطلح بالإنجليزية بطريقة سهلة بسيطة مع الاختبارات. تدخل عليه راح تلقى الدروس كلها بالتسلسل في مكان واحد. أشكرك على المتابعة، أتمنى تكون استفادت من هذه الحلقة. إذا عندك أي شيء بالتعليقات اكتب لي، أي سؤال، أي مساعدة، أي فكرة تريد نطرحها في الدروس أيضا بإمكانك كتابتها بالتعليقات. ولا تنسى أن تسوي شير لهذه الحلقة لجميع أصدقائك حتى تعم الفائدة. شكرا لك على المتابعة، وألقاك قريبا في الحلقة.